تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير معرض خير مزارعنا لأهالينا. كل الدولة بتسعى جهيدة أنها برضو تحاول تعرض الأسعار من كل المنتجات، زي ما حضراتكم شفتم المعرض فيه سلع كتيرة متنوعة متعددة، أسعار مناسبة فيها تخفيض كتير عن الأسعار، يعني الأسعار بصفة عامة بتنخفض. احنا بنأكد ومعانا ومعالي السيد محافظ على استمرارية المعرض في تقديم الحجم من هذه السلع على انها تبقى موجودة بصفة مستمرة. احنا طبعا عرفنا ان في معرض هنا فقلنا نشترك فيه، لان احنا طبعا عاملين دعم وخصومات للمواطن المصري من 20-30% لكل المنتجات طول المعرض. يوفر المعرض السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذه الثابتة والمتحركة، كما يقدم المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء وبجودة عالية للحد من الحلقات الوسيطة والعمل على إنهاء حالة الغلاء. هنا وزارة الزراعة بدعم القيادة السياسية ومعالي الوزير معرض فيه كل المنتجات، جودة المنتج اللي موجود جوه، كل المنتجات اللي موجودة جوه بجودة عالية وخالية من أي مسببات مرضية، وبنطمن كل الجماهير بأن المعرض مفتوح ومفيش أي سلعة هتقل طول فترة تواجد المعرض. عنوان المعرض طبعا خير مزارعنا لأهالينا. مصر الغنية، احنا بلد زراعي أساسا في الهاتف. ما شاء الله المعرض أنا شايفه حاجة محترمة جدا. بشكر كل القائمين على هذا المعرض، هيخفف أعباء المواطنين بشكل كبير جدا. باتت أزمة ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها تؤرق جميع المواطنين، فعلى الرغم من تحركات الحكومة المصرية الجادة في خفض الأسعار، فإن هناك عدم التزام من قبل التجار. وفي هذا الصدد شدد وزير الزراعة على استمرار المعرض لأطول فترة ممكنة. عزيز داود، ميسات.